وأيضا في الوقت الذي أنهى فيه المعتصمون ببغداد اعتصامهم بعد إصدار حكومة حيدر العبادي رئيس الوزراء العراقي قرارا بتعديل وزاري يرضي مطالب المعتصمين أمام بوابات المنطقة الخضراء. جاء التعديل يحمل أسماء تعتبر لدى معظم المطالبين بالإصلاح غير مرضية وبعيدة عن مطالبهم بإنهاء حالة الفساد ومحاسبة الفاسدين. تفاصيل عدم الرضا هذا في سياق هذا التقرير. في الوقت الذي أنهى المعتصمون ببغداد اعتصامهم بعد إصدار حكومة حيدر العبادي رئيس الوزراء العراقي قرارا بتعديل وزاري يرضي مطالب المعتصمين أمام بوابات المنطقة الخضراء. جاء التعديل يحمل أسماء تعتبر لدى معظم المطالبين بالإصلاح غير مرضية وبعيدة عن مطالبهم بإنهاء حالة الفساد ومحاسبة الفاسدين. أغلب الكتل قررت أن لا تصوت للكابينة الجديدة. الكرد وعلى لسان السيد زيباري وزير المالية قال لن تفرض علينا الإيرادات، لن نقبل، وبالتالي سحبوا وزير النفط المرشح من عندهم. تحالف القوى السنية يطالب ب 33% من المقاعد، واليوم دولة القانون وهي كتلة السيد العبادي كان هناك أيضا رسالة بهذا الاتجاه، وتفاجأنا اليوم أن السيد عمار حكيم بنفس التصريح. لذلك أنا أعتقد هناك يعني ظروف صعبة سيواجهها العراق في الثمانية أيام القادمة. السيد العبادي ربما سيعتمد على اللاعب الخارجي ليحسم الأمر كما تعودنا على مدى خمسة حكومات. بدوره أمهل العبادي مجلس البرلمان العراقي 10 أيام للموافقة على الحكومة الجديدة، بينما يرى مجلس النواب إن التعديل الوزاري جاء بأسماء يجب تواجدها في حكومة التكنوقراط وتستحق إعطائها الفرصة، لكن هناك العديد من الأسماء التي يجب تعديلها وإزالتها من القائمة لتشكيل حكومة تكنوقراط ترضي المطالب الشعبية. اليوم أعتقد أن وجود الوزراء وجود الكابينة الوزارية التي قدمت من رئيس الوزراء لا أعتقد سوف تمرر بشكل كامل وفق ما أتت من رئيس الوزراء، يجب أن يكون هنالك تغييرات عليها، وما سمعنا من كثير من الإعلام وكثير من وسائل التواصل الاجتماعي بأن هنالك بعض السلبيات على بعض الوزراء بإمكان تغييرهم بأشخاص تكنوقراط مستقلين بعيدين عن التوجهات السياسية. أما المواطنون المطالبون في الإصلاح يجدون في هذا التعديل غير المرضي لمطالبهم دعوة للعودة إلى الاعتصام في الشارع من جديد وتصعيد الرفض لحكومة العبادي والذي قد يصل إلى حالة من العصيان المدني. حقيقة اليوم ننظر إلى التكنوقراط اللي شكله دولة رئيس الوزراء دكتور حيدر العبادي، مو هذا التكنوقراط الحقيقي، والأسماء عليه أكسات ومشبوهة وأسماء غير مقبولة من الشعب العراقي وأسماء مرفوضة على الشعب العراقي في هذه الجمعة والجمعة القادمة. إن شاء الله سوف ندخل في مرحلة العصيان المدني وقطع الطرق على هؤلاء الفاسدين. وشهد العراق خلال الشهر الماضي موجة من الاعتصامات والاحتجاجات أمام بوابات المنطقة الخضراء، قادها تيار الصدر ودامت نحو أسبوعين للمطالبة بإيقاف حالة الفساد وسرقة أموال الدولة إضافة إلى محاسبة الفاسدين.